أهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي على قناة بدر العتابي لتعلم اللغة الإسبانية. كنتمنى تكونوا في صحة وفي حالة جيدة. كنشكركم جزيل الشكر على دعمكم متواصل للقناة وإعجابكم بفيديوهاتي. بداية كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية، وكنطلب من الله يدخلوا علينا بالرحمة والمغفرة وبرفع هذا البلاء إن شاء الله. في هذا الدرس سنرى فعل يعتبر من أكثر وأهم الأفعال استعمالا في اللغة الإسبانية. هذا الفعل وهو الفعل إتشار، البربو إتشار. بداية سنرى طريقة تصريف هذا الفعل مع إعطاء مجموعة من الأمثلة. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لنبدأ على بركة الله. بداية سنرى طريقة تصريف البربو إتشار. بربو إتشار هو بربو ريغولار عادي. طريقة تصريفه كجميع الأفعال العادية في اللغة الإسبانية، وهي على الشكل التالي: جو إتشو، تو إتشاس، إل إيا إتشا، نوسوتروس إتشاموس، بوسوتروس إتشايس، إيوس إياس إتشان. أعيد: جو إتشو، تو إتشاس، إل إيا Echa, nosotros echamos, vosotros echáis, ellos, ellas echan. هذه هي طريقة صرف الverbo echar. بعدما رأينا طريقة صرف الverbo echar، الآن سنحاول إعطاء مجموعة من الأمثلة للإشارة أن الverbo echar لديه العديد والعديد من الاستعمالات والمعاني، لذلك لا يمكن إعطاء ترجمة محددة لإتشار، وأنتم ستلاحظون هذا من خلال كل الأمثلة التي سنروها. ولنبدأ بأول مثال: vamos a echar un café. vamos a echar un café. vamos a echar un café. نقصد بها لنذهب لشرب قهوة أو لنذهب لعمل قهوة. هنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة قبل إعطاء أمثلة أخرى. يجب فهم المثال كما هو باللغة الإسبانية. أنا أجد مشكل في ترجمة المثال ترجمة دقيقة باللغة العربية، لذلك يجب عليك فهم الجملة كما هي. عندما نقول vamos a echar un café مثلا، عندما تكون مع أصدقائك أو صديقاتك تقول vamos a echar un café، يعني لنذهب لشرب قهوة أو لعمل قهوة إلى آخره. بالي، لنعطي مثال آخر: voy a echar una siesta. voy a echar una siesta. سوف أذهب لأخذ قيلولة. سوف أذهب لأخذ قيلولة. voy a echar una siesta. una siesta وتعني قيلولة. قيلولة هي الفترة التي ينام فيها الإنسان بعد الغداء، تسمى سيستا. مثال آخر: por favor me puedes echar una mano. por favor me puedes echar una mano. من فضلك هل يمكنك مساعدتي، أو من فضلك هل يمكن مد يد العون لي. هل لاحظتم هنا تغير معنى الكلمة، معنى الفعل؟ نقول عندما أريد مساعدة، أريد أن أطلب من شخص ما المساعدة، أقول له por favor me puedes echar una mano. هل يمكنك مد يد المساعدة لي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ بالي. مثال آخر: echa un ojo a este video. echa un ojo a este video. ألقي نظرة على هذا الفيديو. ألقي نظرة على هذا الفيديو. echa un ojo a este video. نقول ألقي نظرة، يعني يكون أمامك شخص وتريد أن تقول له ألقي نظرة، يعني بسرعة، يعني ألقي نظرة. vamos a echar un vistazo a este libro. vamos a echar un vistazo a este libro. دعنا نلقي نظرة على هذا الكتاب. دعنا نلقي نظرة
على هذا الكتاب، يعني يكون الكتاب مسدود وتريد أن تبحث عن شيء ما، تقول vamos a echar un vistazo a este libro. كذلك يمكن أن نقول على سبيل المثال عندما نكون في مطعم أو مقهى voy a echar un vistazo a este menú. Voy a echar un vistazo a este menú. سوف ألقي نظرة على هذه القائمة، قائمة الأغذية أو المأكولات إلى آخره. Voy a echar un vistazo a este menú. هل لاحظتم المعاني المتعددة؟ كذلك يمكن لفعل echar أن يأتي مثل وضع. وضع في الغالب وأهم استعمالاته يأتي مثل الفعل وضع poner مثلا أو meter. في هذا المثال puedes echar el agua en un vaso. Puedes echar el agua en un vaso. هل يمكنك وضع الماء في الكوب؟ هل يمكنك وضع الماء في الكوب؟ Puedes echar el agua en un vaso. هل يمكنك وضع الماء في كوب؟ هل لاحظتم؟ هل رأيتم المعنى؟ مثال آخر voy a echar un poco de sal. Voy a echar un poco de sal. سأضيف القليل من الملح. سأضيف أو سأضع القليل من الملح. Voy a echar un poco de sal. عندما تريد وضع الملح على الأكل مثلا أو على أي شيء تقول voy a echar un poco de sal. أو عندما تكون في المطبخ وتريد إضافة شيء مثلا كصال أو أثكر إلى آخره. مثال آخر إتشامي الأثكر إن الكافي. إتشامي الأثكر إن الكافي. ضع لي السكر في القهوة. ضع لي السكر في القهوة. إتشامي الأثكر إن الكافي. إتشامي الأثكر إن الكافي. Echamos la comida sobre la mesa. Echamos la comida sobre la mesa. نضع الطعام على المائدة. نضع الطعام على المائدة. Echamos la comida sobre la mesa. مثال آخر. Echame más patatas fritas. Echame más patatas fritas. ضع لي المزيد من البطاطا المقلية. ضع لي المزيد من البطاطا المقلية. Echame más patatas fritas. هنالك معنى آخر سنراه الآن ويأتي مثل تيرار أو إتشار مثل تيرار يعني رمى أو قذف. على سبيل المثال إتشا لا بيلوتا أ يوسف. إتشا لا بيلوتا أ يوسف. إرمي الكرة إلى يوسف. إرمي الكرة إلى يوسف. إتشا لا بيلوتا أ يوسف. كما لاحظتم تأتي مثل إرمي. مثال آخر puedes echarme un bolígrafo. Puedes echarme un bolígrafo. هل يمكنك أن ترمي لي قلم أو أن تعطيني قلم؟ Puedes echarme un bolígrafo. أنت تكون جالس هنا وشخص يكون يجلس بعيدا عنك وتطلب منه أن يرمي لك قلم، تقول له Oye, puedes echarme un bolígrafo. أو Por favor, puedes echarme un bolígrafo. من فضلك هل يمكن أن ترمي لي قلم أو تعطيني قلم؟ وهو يرميه لك. هذا الفعل يسمى echar. بالي؟ مثال آخر Te voy a echar de aquí. Te voy a echar de aquí. سوف أطردك من هنا. سوف أطردك من هنا أو سوف أرميك من هنا. تكون غضبان ويكون هنالك شخص لا تريده أن يكون معك، تقول له Te voy a echar de aquí. Te voy a echar de aquí. سوف أطردك أو سوف أرميك من هنا. Echa los papeles en la papelera. Echa los papeles en la papelera. ارمي الأوراق في سلة المهملات. ارمي الأوراق في سلة المهملات. Echa los papeles en la papelera. هنا يأتي مثل راما. هل لاحظتم المعنى الثاني له؟ لاحظنا المعنى الأول يأتي مثل وضع، والآن يأتي مثل
راما بالي بالإضافة إلى استعمالات أخرى مهمة وشائعة، وكما تلاحظون في هذا المثال، وهذا المثال يعني شائع نقوله دائما، تيتشو موتشيسيمو ديمينوس، تيتشو موتشيسيمو ديمينوس، اشتقت لك كثيرا، اشتقت لك كثيرا، أو يمكن فقط قول تيتشو ديمينوس، تيتشو ديمينوس، اشتقت لك، اشتقت لك، تيتشو ديمينوس. أو عندما تريد أن تحدد شخصا بالضبط، يعني تسميه، يعني على سبيل المثال أنا اشتقت لصديقي يوسف، على سبيل المثال أقول اتشو ديمينوس أ يوسف، بالي اتشو ديمينوس أ يوسف، اشتقت لصديقي يوسف، أو كما سألاحظ في هذا المثال اتشو ديمينوس أ مي فاميليا، اتشو ديمينوس أ مي فاميليا، اشتقت لعائلتي. أنت كذلك يمكن أن تكون اشتقت لصديق أو صديقة، مثلا فاطمة مثلا، تقول اتشو ديمينوس أ فاطمة، أو أ محمد، أ بلال، إلى آخره. Tienes que echar la llave. Tienes que echar la llave. عليك أن تقفل بالمفتاح. عليك أن تقفل بالمفتاح. عندما أقول tienes que echar la llave، يجب أن تقفل بالمفتاح. وهذا الفعل دائما ما نستعمله. نقول echar la llave، يعني أقفل بالمفتاح. يعني أنا شخصيا عندما أخرج من المنزل دائما ما أقفل الباب بالمفتاح. siempre echo las llaves، أو tienes que echar la llave، عليك أن تقفل الباب بالمفتاح. مثال آخر، وهنا عندما تنتابك حالة من الحالات، تكون على سبيل المثال صامت أو تشاهد فيديو وتأتي لقطة حزينة تجعلك تبكي، de repente me echo a llorar. De repente me echo a llorar. وفجأة بدأت في البكاء. De repente me echo a llorar. كتكون كتحكي وكتقول وفجأة بدأت في البكاء. De repente me echo a llorar. أو يمكن أن يكون العكس، يمكن أن يكون هنالك شيئا يضحكك، مثلا تشاهد فيديو أو رأيت شيئا ما أضحكك، تقول De repente me echo a reír. De repente me echo a reír. وفجأة بدأت في الضحك. وفجأة بدأت في الضحك. De repente me echo a reír. مثال آخر وأخير، كذلك عندما ترى شيئا ما وتريد أن تهرب، مثلا رأيت كلبا أو شخصا ما أو إلى آخره وأردت أن تهرب، يعني شيء جعلك تهرب، تقول مثلا He visto un perro y me echo a correr. He visto un perro اي مي ايتشو اكورير، رايت كلبا وبدات اركض، رايت كلبا وبدات اركض. الى هنا اكون قد انهيت درس هذا اليوم والذي خصصته لكل ما يتعلق بالبربو اتشار. نتمنى تفهموا هذا الفعل، ومره اخرى كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد عليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه. اشخاص اللي ما مشتركينش في القناه يقوموا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذا بغيتوا شي فيديو محدد في شي فعل كتبوه لي. ما بقى لي إلا نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف. إلى فيديو آخر، إلى اللقاء.